أنا معاكم هنا من الاستوديو من قنوات الكارما. إحنا بنصور السيزون الثاني من برنامج فكر دقايق. ربنا باركنا جداً من خلال تصويرنا في السيزون الأول، ومن خلال دعمكم بالصلاة والتبرعات قدرنا إن إحنا كمان نبتدي السيزون الثاني. العمل ضخم، العمل عظيم، في شغل كبير جداً، وفي رسالة مهمة بتوصل لكل واحد وواحدة، وبنصدق في إن ربنا من خلال الكلام البسيط اللي بنقدمه وإحنا بنفكر للحظات ودقايق، ربنا بيستخدم الكلام الصغير ده وبيوصل بيه لقلوب كتيرة. علشان كده إحنا بنشجع حضراتكم إنكم تكملوا صلاة معانا وتكملوا دعم. العمل الكبير ده محتاج دعم مادي ومحتاج دعم كمان بالصلاة. عشان كده كونوا شركائنا دايماً، زي ما أنتوا دايماً شركائنا، وزي ما أنتوا دايماً سبب بركة لقنوات الكارما. العمل الكبير ده يحتاج إيدين مساعدة دايماً. عشان كده كونوا دايماً عاملين في كارما الرب. آمين.